قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. الصلاة تعطي نور لمن يصلي، سبحان الله، المصلي له وشه منور صح، وتعطي نور في القبر، لأن صاحب الصلاة عمل يأتيك ملك على هيئة العمل الصالح. والصلاة تعطي أيضا نور في العرصات ونور على الصراط، مش كده إيه؟ يبقى كل دي إيه؟ ها؟ نور. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. والصدقة إيه؟ برهان. يبقى إذا الصدقة دلالة، برهان. تعرف تخدت أنت يا شيخ خلف علم الرياضة، مع أنا كنت بكلم إنجليزي صح؟ إيه؟ البرهان ده نتيجة في المسائل الرياضية، مش نتيجة، دلائل على سير الحل. فالرسول يقول: والصدقة برهان. صدقة إيه؟ برهان. إذن من تصدق دلت الصدقة على إيمانه،